السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نعمل مراجعة جديدة إن شاء الله لهذا الجهاز الجديد في الأسواق المغربية. الجهاز من الفئة المتوسطة إلى الضعيفة، لكن بمميزات رائعة ما خلاني نعمل له مراجعة في القناة إن شاء الله. فقط لا تنسوا تدعمونا بزر لايك والاشتراك في القناة. الجهاز اسمه تايجر C70، فيه مميزات رائعة. جهاز ثمن ديالو في المتناول الجميع، رخيص جدا، ولكن المواصفات ديالو والاشياء اللي فيه ممتازه. غادي نتعرف عليها ان شاء الله في كلها في هذا الفيديو. اولا خلينا نشوفوا العلبه ديالو. كيجي بهذا الشكل هذا. بعد ما نفتحوه بهذا الشكل، اول شيء غادي نلقاو الجهاز ديالنا اللي هو هذا تايجر. كما كتشوفوا فيه مدخل الطاقه، مدخل الفيشور ديالو او العوينه ديالو، مدخل الاوديو فيديو، مدخل اتش دي ماي، مدخل يو اس بي، تونير ديالو. في الجهه الاخرى لا يوجد شيء، الا في هذا الجانب توجد مدخل يو اس بي. اذا كنت تريد تعمل كلي وي في مع يو اس بي فيمكن ذلك. وبالبساطه يعني هذا هو الجهاز. في العلبة ايضا نجدو جوج ديال البي ديالو، كابل اتش دي مي، لافيشور ديال الجهاز او الشاشة ديال الجهاز، اضافة الى الشاحن ديالو 12 فولت اوريجينال، اضافة الى جهاز التحكم الخاص به اللي هو هذا كما كتشوف موجود في الاسواق بشكل كبير هذا النوع. واخر شيء هو لاصق للشاشة ديال الجهاز، وايضا يوزر مانيال لمساعدة الأشخاص العاديين في تركيب هذا الجهاز. إذا هذه العلبة فارغة، كما كتشوفوا هذا هو الجهاز ديالنا، وهذا هو المحتوى بالكامل اللي يأتي في العلبة الخاصة بهذا الجهاز. خلونا الآن نركب الجهاز على التلفزيون ونشوفوا شو المميزات ديالو. إذا بعدما قمنا بربطه مع التلفزيون، هذه هي القائمة الرئيسية الخاصة به. أول شيء كتقوم به هو ريغلاج ديال الواي فاي أو تبرونشي مع الكونيكسيون. هنايا بعد ما كدير كلي الواي فاي ديالك كيتصل بالواي فاي، ومن بعد كترجع. هذه هي الانترفاس ديالو. كتشوف أول شيء هو السوفتوير، إذا كان شي تحديث جديد فراه فيه تحديث أونلاين فكتضغط عليه ستارت، وكنتظرو حتى كيوصل 100% باش كيدير لنا لاميزاجور ديالو. هنا كنديرو يس، وكيتم تمرير الفلاش الخاص به. سيتم إعادة تشغيل الجهاز، وهكذا يكون لديه آخر تحديث. بعد ما كيتم تحديث الجهاز، هذه هي الواجهة كما كتشوفوا. فكما ذكرنا هذا هما الانترفاس ديال الواجهة الرئيسية ديال الجهاز. فهنا كيكون القنوات، هنا كيمكن لك تضبط الإعدادات ديال القنوات، هذا شيء معروف. فمن بعد ما قمنا بالتحديث لابد من اعاده تشغيل او اعاده ادخال الكود الواي فاي. والان بعد ما قمنا بالربط الواي فاي نرجع للوراء. كما كتشوفوا كما قلنا كيجي مع الجهاز عام ديال الاي بي تي في باتمان لايف. 25 سنة بعقد مع ريال مدريد حتى صيف العام 2025 وتبلغ قيمته التسويقية فيها جميع القنوات، دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور البنفسجية وغيرها في دوري الأبطال بعدما شارك في مباراة جودة ممتازة جدا. جميع القنوات طبعا كتعرفوا الاي بي تي في، لا داعي للشرح أكثر. فالمميز الجهاز كيجي مع هاد الاشتراكات كاملين، يمكن لكم تستمتعوا بهم، يمكن لكم تعاودوا تشارجوا من بعد. فهذا هو اللي خلاني الجهاز مقارنة مع السعر ديالو فهو راه ممتاز جدا. ايضا الافلام او المسلسلات نفس التطبيقات فيهم المسلسلات والافلام. اللي عنده اطفال ايضا موجود، اللي عنده اللي يحب الافلام موجودين. كما كتشوفوا كيجيو بهاد الطريقة هذه. اليوتيوب، جهاز راه كيدعم اليوتيوب. كتشوفوا كيمكن لك تستخدم اليوتيوب بشكل عادي جدا، والكثير من التطبيقات اللي يمكنكم استخدامها فيما بعد. اذا كان هذا كل شيء عن هذا الجهاز، واللي من اراد هذا الجهاز فهو موجود على نادي بوكس بايما.